لكن هذه كثرة الأذكار وانت طامع أن بدي كثرة الأذكار غدا تعمر عندك الجنة بما تحب وتعد رصيدك بين يدي الله عز وجل بما يسرك أن تلقاه غدا يوم القيامة، هذا الشيء كله تيوجدك باش هذاك القلب مرة مرة كتشعل فيه ديك البولة، حيث القلب عندنا حنا خصو الخدمة أكثر من طوموبيل مازوط، خصو خدمة بزاف، لكن ملي كيشد الخط وكيشد الطريق صافي خلاص. داكشي ابن القيم رحمة الله عليه كان يقول الإنسان يسجد في كل ركعة سجدتين، خصو يبقى يسجد إلى أن يلقى الله عز وجل في الصلوات الفريضة وديال النافلة. يقول لكن للقلب سجودا إذا سجده فإنه لا يرفع منه إلى يوم القيامة. كاين عندنا منزلة السجود ديال الجوارح اللي كتكون عندنا في الصلاة، لكن القلب إلى بلغ ذاك المبلغ ديال أن يسجد لله بمعنى أن يصير عبدا حقيقيا لله يعني تتحقق فيه أوصاف خواتم سورة الفرقان التي تلاها على ما سمعنا شيخنا عبد الغفور حفظه الله، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. ملي كتحقق بهذيك العبودية الحق لله ديك الساعة القلب إذا سجد لا يرفع أبدا حتى يلقى الله عز وجل وهو عنه راض. السيدة مريم لما سجد قلبها لله عز وجل، راكم شفتوا وسمعتوا الكلام ربي سبحانه وتعالى قال سيدي ربي اللي قرأ على مسامعنا فضيلة الشيخ سيدي محمد القسطاري حفظه الله. هذول الناس الذين سجدت قلوبهم لله، لكن هذاك السجود للقلب راه يأتي بعد دربة. كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا، قالت هو من عند الله. منين جات هذه كلمة هو من عند الله؟ إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هذا اليقين هذا منين جاء؟ إنما جاء بالانقطاع للذكر لله سبحانه وتعالى. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. كثرت الخلط مع كثرت المخالطة مع الناس، كثرت ما كانوش المخالطة لكن كثرت المخالطة مع الناس، هذا من شأنه أن يميت القلب بعض الشيء، حيث بغينا ولا كرهنا كثرت المخالطة. نكدو على كثرت المخالطة، المخالطة الزايدة على القياس، هذا تيضر شي شويه القلب. الواحد محتاج، وخصوصا الناس ديال احنا بدنا بالدار البيضاء اكثر ناس كيعيشوا شنا هي انك تحتاج انك تخلوه بسيدي ربي شي شويه. اكثر ناس كيحتاجوا لهذه القضيه هما ناس ديال الدار البيضاء. الضجيج مع الصباح والضجيج مع العشيه ومشاكل في الطريق، الشانتيات مفرقعين وحاضي مع القوانص والضودان والحفارين مشاكل وحراقه ديال الضو الحمر والويل طويل، ومع ذلك كتلقانا كنديروا كل شيء الا اننا كنخصوا الوقت لكل شيء الا اننا نخصوا واحد الوقيت نتخلوه فيه مع سيدي ربي نجلسوا نذكروا الله. والله ما صعيبه، وانه ليسير على من يسره الله عليه. لا شيء حتى يحافظ العبد على قلبه، حيت راس المال ديالنا هو هذا، راس مالنا هو هذا. ولا تخزني يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون الا من أتى الله بقلب سليم. ما قال ربنا عز وجل إلا من كان قلبه سليما يوم القيامة، هذيك إلا من أتى الله بقلب سليم. تخيل نعم سيدي أنه الإنسان جاي أتى الله بقلب سليم، جاي هز قلبه، بمعنى أنه ذاك القلب حلا كنت هزه بين يديك وخايف عليه في الدنيا كلها، أنت خايف على قلبك لا طرى فيه شي حاجة تخديش سلامته، خايف عليه من الشرك لا يخدش توحيده، خايف عليه من البدعه لا تخدش سنته، خايف عليه من الكبائر لا تخدش ايمانه، خايف عليه من الصغائر لا تخدش يعني استمراءه او عفوا تمنعه عن الوقوع في المعاصي، خايف على قلبك من التوسع في المباح حتى لا يسقط في الغفله، خايف على قلبك من الهوى الذي قد يناقض ذكر الله وامتثالك لامره سبحانه وتعالى، حاضي رد ليه البال اكثر ما رد البال لولادك، واكثر ما رد البال لفلوسك. رد لهم البال، لكن قلبك ترد ليه البال اكثر. داكشي السيد ربي قالهم جوج على لسان ابراهيم، يوم لا ينفع مال كترد ليه البال ولا بنون كترد لهم البال الا من اتى الله بقلب سليم. رد ليه البال ودير ليه الكارد فو حاضي معاه، وعندك الطابلو دبور ديال قلبك خاص البالي ديالو يكونوا خدامين 5 سور 5. ما تعرفش حبيبي الا خسر لك الطابلو دبور في اين جاي حتلو حق الطوموبيل، ليكويد الزيت يكون ناضي، ليكويد المازوط يكون ناضي، ليكويد ديال الكاربيرون كيما بغى يكون نوعه يكون ناضي، ليكويد السخونيه يكون ناضي، الكيلومتراج باش ما يشدكش الرادار يكون ناضي، كل شيء البالي عندك خصهم يكونوا هما هادو
السينيال اللوراني اللي عليه من إلا كان خاسر خص الديتكتور خصو يشعلو. هذا هو القلب الموصول بالله عز وجل. ملي كتغلط تيشعل لك واحد البولا كيقول لك فادي راه غلطتي. ملي كتكون كتهضر مع الوالد وكتزيد شي شويه تورك في الهضره كيشعل لك البولا كيقول لك راك زدتي فيه شويه مع الوالد. ديك الساعه تستغفر وتتوب الى الله عز وجل. ملي كتكون خدام كتبيع وتشري الى اخره وكتجي السيده الاولى بعتي وشريتي معها، الثانيه بعتي وشريتي معها، الثالثه بعتي وشريتي معها وفوتتي شي شويه في ديك الضحكه اللي ضحكتي كيشعل البولا. تيقول لك شري فوتتي شي شويه. ونفسك كتقول لك لا راه البيع والشراء كيقول لك دوك جوج الاولين داز معاهم بيع وشراء، الثالثه ماشي بيع وشراء. الثالثه بيع تحرميات وشراء. هذيك التحرميات الوسط كيشعل لك لا البولا. القناة الرسمية للأستاذ ياسين العمري.